ونهى خليله عن الشرك وهو إمام الموحدين بلا منازع ولا مشارك في هذه الرتبة العظيمة، فكيف بنا نحن؟ وقد قال ابن عباس إن الشرك في هذه الأمة أخفى من نبي نوح بألف من الملائكة يوم فيه، ولا يملكون نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله الذي هو كل الإشراك بالله. ولقد وعدنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رغم أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، إلا أن أكثر الناس فرطوا بالعبادة بل أشركوا بالله بالعبادة. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات رغم اشتهارها وحفظها في قلوب كثير من المؤمنين وكثرة سماعها كثرة سماعهم لها، إلا أنها آيات عظيمة فيها سعادة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لمن عقلها وعمل بها وأخلص فيها ودعا الناس إليها وصبر على ذلك كله. وما خلقت الجن والإنس، حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له في ذلك، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا إنسا ولا جنا خلق مع الله تبارك وتعالى شيئا من الخلق ولو كان ذبابا واحدا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي واحدا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب الذي يطلب غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله جل وعلا، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وقال الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، إلى أن قال الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فرب جل وعلا تفرد بالخلق والملك والتدبير والتصريف للبشر وللحجر وللشجر وللبحر وجميع المخلوقات مرضومون مقهورون تحت ربهم
وقاهرهم وباريهم سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. انظر إلى هذه القوة العظيمة التي لا تساويها قوة في الأرض ولا تحت الأرض ولا في أي مكان من الأمكنة. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومع ذلك كله يزعم كثير من الخلق أنهم يتصرفون بالكون ويجيبون دعاء الداعين أو ينزلون الأمطار أو يغيثون الملهوف إلى غير ذلك من الشرك الصراح والكفر الضراح الذي ما أرسل الله رسولا وما بعث الله نبيا إلا لحربه ودعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة الذي هو ضد الإشراك بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رغم أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة إلا أن أكثر الناس فرطوا بالعبادة بل أشركوا بالله في العبادة كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالمشركون هم الأكثرون للأسف الشديد. فلا يقولن أحد لا داعي لمثل هذا الكلام في التوحيد. فإن التوحيد حق الله على العبيد وإن التوحيد أمر الله به أفضل العبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل والأقوام لئن أشركت يا محمد هذا معنى الآية ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان الله أمر نبيه بالتوحيد ونهى خليله عن الشرك وهو إمام الموحدين بلا منازع ولا مشارك في هذه الرتبة العظيمة فكيف بنا نحن؟ وقد قال ابن عباس إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولنا من بعدهم من باب أولى وأحرى أخوض ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال الرياء. هؤلاء الصحابة أخوض ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكيف بنا نحن وقلوب أكثرنا على وجه الأرض إلا من رحم الله تتعلق في المهمات والنوازل والبلايا بغير الله والرب جل وعلا بيده مقادير كل شيء يصرفه كيف يشاء. بيده النفع بيده الضر بيده الرزق بيده الصحة بيده العافية بيده أعماركم جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
والله هو الغني الحميد. إياك أن يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس معنى ليعبدون ليوحدون. وهذا من عظيم فقه ترجمان القرآن وحبر الأمة. ابن عباس رضي الله عنهما أن فسر العبادة بالتوحيد. فإذا كان التوحيد هو العبادة فأعلم رحمك الله أن الله ما خلقنا جميعا إلا للتوحيد، لأنه جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فمن أتى هذا الحق هو حق الله على العبيد، أتاه كاملا لربه جل وعلا. فأرسل لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله إن عبدوا الله ووحدوه ولم يشركوه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فما أنواع الشرك وأمثلته؟ دعاء الأولياء والصالحين والالتجاء إلى قبورهم وقبارهم وطلب المدد منهم وهم لا يملكون المدد، بل لا يملكون نفعا ولا ضرا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولا يملكون نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب. هذا رسول الله لا يعلم الغيب ولا يملك النفع والضر لنفسه وهو من هو. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عبده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن اقتفى. أما بعد، ومن وحد الله سبحانه وتعالى ولم يستجب إلى الأولياء والصالحين والأشياخ طلبا للمدد أو دفعا للضر أو جلبا للنفع إلى غير ذلك من الشركيات والكفريات، فإنه مهما جمع من الذنوب والمعاصي ولو كانت ملء الأرض ذنوبا ومعاصيا، لك أنت وحدك فإنك موعود
من الله جل وعلا بالمغفرة لها كلها، ولو كانت ملء الأرض. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مغفرة فقط، إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الله جل وعلا لا يحتاج إليك ولا إلى عبادتك. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي عند مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص شيئا، وإنما هو مثل لتقريب الأفهام. وإياك أن تخاف على رزقك، لأنه ما خلق الله دابة على وجه الأرض إلا وجعل لها رزقا، فلن تستطيع أن تزيد رزقك أولا مهما كدحت وركضت وكنت من الباغبين الأذكياء إلا ما أذن الله تبارك وتعالى فيه لك. صح عن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ومن فوائد الآيات ترغيب العباد في عبادة الله جل وعلا، لأنهم ما خلقوا إلا للعبادة. ومن أعظم العبادات في هذه الأيام العبادات التي تكون في العشر الأوائل من ذي الحجة ونحن نستقبلها، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يعيننا على عبادته فيها، إنه جواد كريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيها من الصلاة الفرضية والنافلة والصيام وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى المساكين إلى غير ذلك من أعمال البر
والطاعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى الصلاة.